نشرف الآن صاحب المركز الأول باستلام الجائزة من خادم الحرمين الشريفين. والفائز الثاني الهجن 175 ومالكها جابر الراشد المري. ملاك الهجن يتشرفون باستلام جوائزهم ويتبادلون الحديث مع خادم الحرمين الشريفين وضيوفه الكرام. والمركز الثاني جابر بن راشد المري والهجن 175. المركز الثالث سفر بن عقاب الشريف ورقم الهجن 27. في المركز الرابع الهجن 176 وسامر أو ساجر بن راشد المري. ساجر لا خلاص جابر خلاص تفضل. المركز الخامس الهجن 158 خالد بن عزيز القرشي. ويتفضل الآن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكريم رعاة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 33 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل. رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية. الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم. الأستاذ محمد بن عبد الإله الخريجي الرئيس التنفيذي لشركة العربية للتعهدات الفنية. المهندس عبد الله بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة بنك الرياض. والأستاذ عبد العزيز العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد. الأستاذ فهد بن صالح الزوبع رئيس مجلس إدارة شركة آركو. الأستاذ فواز بن محمد الفواز رئيس مجلس مديري الشركة السعودية للشحن. الأستاذ طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبد الهادي القحطاني وأولاده. هؤلاء يا خادم الحرمين الشريفين هم الرعاة الذين ساهموا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 33.